وحول هذا المؤتمر تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. أهلا بك في نشرة الثامنة. بداية، ما هي أهداف هذا المؤتمر وما أبرز ما تم التطرق إليه خلال الجلسات المؤتمر؟ مساء الخير. الحقيقة المؤتمر جاء كفرصة هامة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة في مجال تعزيز حرية الدين والمعتقد بين مختلف المعنيين، سواء من الجهات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال لما نتكلم عن حرية الدين والمعتقد بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام بمملكة البحرين، نحن فخورون بالكثير من المنجزات التي جاءت حقيقة كثمار النهج الإصلاحي الذي أرساه جلالة الملك المعظم حفظه الله والرؤية السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد حفظه الله. لذلك في هذا المؤتمر كان هناك عرض لقصة نجاح حقيقية في مملكة البحرين في مجال التعايش وحرية الدين والمعتقد، والتي تعكس في الحقيقة الجوهر والثقافة التعايش التي نحظى بها نحن في مملكة البحرين. نعم، حدثينا أكثر عن مشاركة وزارة الخارجية في هذا المؤتمر. كان من الجميل أن تمت إقامة معرض على هامش المؤتمر، شاركت فيه كافة الوزارات والعديد من المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. كل منصة في هذا المعرض عرضت منجزاتها، سواء كانت منجزات مملكة البحرين في المجال الصحي أو التعليمي أو المجال الاقتصادي، فكانت فعلا فرصة جميلة أن يتعرف الضيوف الزائرين على ما حققت مملكة البحرين في كافة المستويات وليس فقط في مجال حرية الدين والمعتقد. مشاركة وزارة الخارجية كانت بمنصة استعرضت أبرز محطات العمل الدبلوماسي وملامح لإنجازات مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، والذي طبعا يأتي كأحد أهم الأولويات التي نعمل فيها في وزارة الخارجية. نعم سعادة السفيرة الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.